قناة معرفة يوتيوب، تابعونا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. زي ما انتم شايفين، اول اشي بنفتح على جوجل. هل فتحنا على جوجل؟ اوكي. وبنكتب هاي الكلمة حتى انه ندخل على برنامج الطابعة او برنامج البرينتر، اللي هو البرنامج الخاص بكانون. فهذا بكون هو البرنامج الخاص بكانون، اللي هو بنسميه ايروب كانون. هذا هو السبيلنج تبعه او الكتابة تبعته حتى ندخل على البرنامج ايروب كانون. زي ما انتم شايفين الان، نضغط على ايروب كانون، ندخل على البرنامج. هذا هو البرنامج كانون ايروب ديجيتال كاميرا لينسز. هذا هو البرنامج كانون. اوكي، حط اكسبت. طبعا هنا في البرنامج نضغط على الشيء اللي بدنا اياه، اللي هو احنا بدنا نحمل الطابعه. فبدنا نحمل الطابعه، بنضغط على سبورت الدعم. اوكي، هاي السبورت. بعد ما نضغط على السبورت، زي ما انت ملاحظ هنا بيظهر لك جميع الايقونات او جميع الصور اللي انت حاب مثلا تحمل طابعه، حاب تحمل سكانر، حاب تحمل باور شوت، حاب تحمل كاميرا ايوس. بعطيك جميع الاشياء اللي انت، يعني الجهاز اللي انت حاب تحمله. انا طبعا بالنسبه لي حاب احمل ايش؟ حاب احمل الطابعه. وايش نوعها؟ اي سينسس، هاي الطابعة. فبضغط على ايش؟ بضغط على هاي الطابعة. شوف كيف جميع، عندك صور كثير ممكن تحمل منها اللي انت بدك اياه. طبعا زي ما قلت لك، هذا في حال انت السي دي عندك تبع الطابعة ما اشتغل معك او ضيعت السي دي. فوفر لك الموقع طريقة انك انت تقدر انك ايش تحمل الطابعة من خلالها. فهي عبارة عن الطابعة اللي هو اي سينسس. نضغط عليها على نفس الطابعة. طبعا ليش بنضغط عليها؟ حتى يعطينا هسه انواع الطابعة. طبعا هاي اسم سبورت، دعم الطابعة، داونلود درايفرز. هسه احنا بدنا نحمل الدرايفرز الخاص ايش؟ الخاص بالطابعة. طبعا هسه اعطانا هون ايش؟ انزل لتحت بعطيك هسه ايش؟ انواع الطابعة. طبعا بليز سيلكت يور ايسنس برينتر، اللي هو تختار انت نوع الطابعة اللي بدلك اياه، بعدين تعمل تحميل داونلود. طبعا هون هاي عندك انت، هون هاي انواع الطابعات اللي بدك اياها. بتختار الان النوع الطابع الموجود عندك، يعني الموجود عندك او المكتوب عندك على الطابعه نفسها. بنبحث عنها لحد ما ايش ما نوجدها. هاي هي، اذا وين راحت؟ هذا هو اللي هو اي سنس ام اف 3010. هذا نوع الطابعه الموجود عندي. فشو بنسوي؟ بس بنضغط عليه حتى انه يدخلنا على داونلود التحميل. إذا هذا هو، بدخلنا على برنامج التحميل الخاص بالطابعة اللي بدنا اياها، الام اف 3010 ايسنس كانون، زي ما انتم شايفين. طبعا احنا بالاول بدنا نحمل الدرايفرز اللي هو الطابعة نفسها. فإذا بدنا نحمل الدرايفرز، بنضغط على الدرايفرز. زي ما انت شايف في عندك هنا درايفرز طبعا 10 10. هسا بننزل تحت بنختار الاوبريتنج سيستم. هسا في ناس عندهم اوبريتنج سيستم مختلف، في ناس عندهم نظام التشغيل لما يكون ويندوز 10، ويندوز 10 64 بت او 32 بت نفس الويندوز 10، ممكن يكون ويندوز 11، ممكن يكون ويندوز 7، ويندوز 8. فكل ويندوز او كل نظام له ايش؟ له يعني رابط تحميل خاص. فاحنا اذا بنضغط على هاي الايقونه حتى ايش؟ حتى نختار نوع او نظام التحميل اللي بدنا اياه، او نظام الويندوز الموجود عندنا. احنا الموجود عندنا اللي هو ويندوز 10 64 بت. زي ما انت شايف في ويندوز 11، في ويندوز 7، في ويندوز 8 64 بت 32 بت، كمان ويندوز 7، في ويندوز 10 زي ما قلنا 32 64 بت كثير. في عندك لينكس، في عندك ماك، في عندك اوس، يعني كثير. هسه احنا بدنا ويندوز 10 64 بت الموجود عندنا. هذا هو خلص. اذا تشوف انت تحت وين نزل لك ريكومندد فور يو. طبعا هنا بتقدر انت تختار اللانجوج اللي بدك اياه. إذا أنت ما بتعرف تستخدم اللانجوج اللغة الإنجليزية، ممكن تستخدم اللغة العربية أو اللغة اللي أنت ممكن أنت تناسبك.
هذا هو عبارة عن رابط تحميل اللي هو إيش اللي درايفر الطابعة، هذا أول رابط طبعا. فمنضغط على داونلود على تحميل حتى يتم عملنا أو نقوم بعملية اللي هو تحميل هذا اللي درايفر. ضغطنا على داونلود، داونلود مرة ثانية سوفتوير ليسنز أجريمنت الاتفاقية، بنضغط على داونلود. الآن طبعا بتحملها أنت، وين بتحملها؟ عندك على أي ملف بدك إياه. أنا مثلا هي الملف الطابعة بدنا نحمله طبعا على مثلا الديسكتوب زي ما أنت شايف، بنضغط على سيف. إذا هذا بيكون إيش؟ بيكون أول ملف تحميل بنحمله على ديسكتوب لبرنامج اللي هو إيش الطابعة. بندور على ملف التحميل وين موجود بالديسكتوب، خلينا ندور عليه. هايو هذا عبارة عن ملف التحميل. إذا نزل أول ملف تحميل للديسكتوب، إذا هذا أول ملف. نعمل فولدر خاص بال يعني ملفات تحميل للطابعة حتى ما نتخربط، وبنحمل أول ملف جوه داخل الملف داخل الجزء الفولدر. إذا فتحنا الفولدر هذا أول ملف قمنا بتحميله، تمام. لسه ما 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 فعلنا. الآن ندور على روابط تاني، يعني مش بس رابط هاي الطابعة مثلا، احنا بندور طابعة الى رابط واحد اللي هو درايفر، لكن في روابط مثلا السكانر بيكون رابطين، بيكون ثلاث روابط. فانت بتدور على كل الروابط وتحملها عندك وين؟ على الديسكتوب. فاذا زي ما شفنا احنا هذا عبارة عن الرابط الاول للدرايفر. طيب شو بدنا نعمل الآن؟ نرجع طبعا للي هو الموقع، موقع كانون. بنرجع لوين؟ لعند اللي هو الطابعة النوع. احنا خلصنا من درايفرز، نفتح هذا على السوفت وير، نضغط على ايش؟ على السوفت وير. درايفرز خلصنا منه، نضغط على وين؟ على السوفت وير. هسه السوفت وير برضه له برنامجه للسكانر مثلا، هذا هو اللي هو عبارة طبعا نختار برضه اللي بدنا اياه. هذا عبارة عن الرابط اللي هو ويندوز، احنا بدنا 64 بت اللي هو اندفيدوال سوفت وير، يعني مش بس الدرايفر برضه السوفت وير. وبرضه بنضغط على ايش؟ على داونلود تحميل طبعا. ضغطنا على داونلود تحميل هاي داونلود. هسه برضه بحمل وين؟ على الديسكتوب، احنا بنحمله مثلا على الديسكتوب. بدنا نحمله بالفولدر اللي عملناه للطابعه، وين الفولدر موجود؟ هاي الفولدر بدنا نحمله بنفس الفولدر عشان تكون كل ملفات الطابعه موجوده في فولدر واحد، ما نتخربط فيها بس نيجي نثبتها. يعني احنا حملنا الملفات بس لسه ما ثبتنا، يعني ما ضغطنا على الروابط وما ثبتناها، تمام. اذا احنا الان صار في عندنا رابطين. طيب طب احنا صار عندنا رابطين، ممكن ندور، ممكن يكون في يعني ممكن يكون في على فكره اكثر من رابط، فما بزبط، لازم تحمل كل رابط. هنا مثلا بندور ونشوف لا عبارة عن رابط واحد زي ما انت شايف، يعني عبارة عن رابط واحد. طيب اللي هو للويندوز 10 64 بت، ما في رابط ثاني. لو ضغطنا مثلا على ويندوز مثلا 8 مثلا 64 بت، بتلاحظ انه في رابطين، اذا لازم نحمل الرابطين. فيجب الانتباه لهي النقطة، يعني نتأكد كم رابط موجود نقدر نحمله للسوفت وير او للدرايفر. اوكي، هاي نقطه مهمه، لازم ايش؟ شفنا السوفت وير لازم يعني ننتبه لها. نرجع ل 64 بت زي ما قلنا، وحملنا البرنامج تبعته عباره عن رابط واحد فقط، تمام. الان نفتح الفولدر، الان بنثبت الروابط او رابط الدرايفر، بنضغط عليه حتى نقوم بعمليه تثبيته. ضغطنا عليه، الان قاعد عم يثبت الرابط حتى يثبت، يعني يتعرف على الدرايفر، تمام. خلاص هاي ويلكم تو سيت اب، نحط نكست، نحط ياس. طبعا الاتفاقيه مزبوط ديون كذا، الاتفاقيه هاي نحط ياس. اوكي، الان عم يثبت اول رابط، ننتظر على ما يثبت الرابط. خلاص فينش، اثبت الرابط. اذا اول رابط نحط، اول رابط اثبت، نحط اكسبت، كمان اكسبت، خلاص انستليشن كومبليت، خلاص اكتمل عملية التحميل. بنحط ايش؟ بنضغط على اوكي. لو فتحنا على الملف برضه في داخل الملف بنضغط على سيت اب، يعني هسه احنا الرابط ثبتناه لكن في سيت اب ايضا، بنضغط على ايضا نكست حتى نضغط على السيت اب اللي داخل الملف اللي انفتح، وبنضغط على يس. لازم يثبت كل ملفات زي ما انت شايف، وبنضغط على ايش؟ خلاص كوبي كومبليت، نضغط على اكزيت. اوكي،
تمام، وبنضغط على اكسس مره ثانيه، بنضغط على اكسس مره ثانيه وهكذا لحد ما يثبت عندنا جميع الملفات. installation complete، خلاص نضغط على اوكي. تمام، الان نروح وين؟ نروح على الرابط الثاني. الان نضغط على الفولدر مره ثانيه. هذا الفولدر طبعا انا عملته خاص للطابعه، وهذا افضل شيء حتى تقدر ترجع له انت مره ثانيه. الان نتاكد اذا في مثلا اشياء ممكن نثبتها كمان. هاي هون 64 بت كمان فولدر، شايف؟ نضغط على سيت اب هنا، برضو نضغط على سيت اب حتى انه نثبته. اوكي تمام. الان نيجي للرابط الثاني اللي هو تبع المسح الضوء او السكانر مثلا او السوفت وير، نضغط عليه كمان بنفس الوقت بنفس الطريقه بتثبت، وبنزل لك الملف الخاص فيه. هاي الرابط عم بتثبت حاليا، نضغط على نيكست، نضغط على يس، نضغط على نيكست، نيكست ستارت، يبدا عمليه تثبيت الرابط الثاني. تمام، نحط على اكزيت، انتهى عمليه تثبيت الرابط الثاني. نفتح على الملف تبعه الفولدر تبعه، نضغط على سيت اب حتى ان نثبته في النظام. تمام، نضغط على نيكست، يس، على يس، نيكست، نيكست ستارت. الان هنا قمنا بعمليه ايش؟ تحميل أو تثبيت الرابط الثاني. نضغط على Exit. تمام، كيف نتأكد إنه الرابط الثاني تحمل؟ شوف هذا عبارة عن الأيقونة تبعته، هذه هي اللي كانون MF. وين بنحطها؟ بندخلها بالفولدر حتى إنه نحافظ على الترتيب، يعني إنه يكون مرتب الأمور، إنه أنا هذا الفولدر خاص بالطابعة في كل الايقونات والتحميلات والروابط كلها. تمام، هيك بنكون احنا ايش؟ بنكون حملنا الطابعه وامورها تمام التمام. كيف بدنا نتاكد انه الطابعه اتحملت؟ طبعا لازم بعد ما نقوم بعمليه هاي العمليه لازم نعمل شوت داون، لازم نعمل شوت داون، عمليه ريستارت او شوت داون لللابتوب حتى يرجع يثبت كل شيء تمام التمام بعد عمليه اللي هو انزال الروابط والتحميلات. الان كيف بدنا نتاكد انه الطابعه ثبتت ولا لا؟ بنضغط، بنروح على السيرش على البحث، بندور على اللي هو كنترول بانل. اوكي، هاي الكنترول بانل بنضغط عليه. من الكنترول بانل وين بنروح؟ بنروح على اللي هو السيستم، على اسف، على هاردوير اند ساوند. الهاردوير اللي هو يعني عباره عن الاجزاء او الاجهزه اللي عندها. وين هنا من الهاردوير وين بنروح؟ بنروح على ديفايسز هي اند برنتر. شوف اند برنتر واضحه، نضغط عليها، بندور وين البرنتر تبعتنا، هي كانون MF3010. خلاص بهذه الطريقة الطابعة ثبتت. لو ضغطنا عليها هيك بتلاحظ انه هيو الورقة، حجم الورقة وكل شيء تمام التمام. حجم الورق تبعها ممكن تغيره اللي انت بدك اياه، المقاس اللي انت بدك اياه او حاب انك انت تغيره. اوكي، هذا بيج سيت اب، هذا فينيشنج. اوكي، نبعد هاي شوي. تمام، كواليتي، نوعية. كل شيء تمام، هاي فينيشن. اوكي، بيج سيت اب. بيسكس. تمام، بهذه الطريقة احنا بنكون حملنا الطابعة وامورنا تمام التمام. شكرا لكم جميعا، وارجو دعموا القناة. شكرا لكم.